وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. مساء الخير أستاذة سوسن. يعني شعور بالفخر والاعتزاز عندما يؤكد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه بأنه يفاخر بشعبه أمام الأمم بأنه من أطيب شعوب الأرض، وهذه الطيبة جعلت طبعا من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والمذهبي. يعني قراءتكم في هذا التصريح غير المستغرب من سيدي حضرة صاحب الجلالة، والذي يبعث بالفخر والاعتزاز علينا جميعا كشعب محب لقائد هذا الوطن. أمسي عليك بالخير عبد الرحمن، ومسي على المشاهدين الكرام. في الواقع يعني المقولة التي تقول دائما أن كيفما تكونوا يولى عليكم، إحنا نرى في جلالة الملك حفظه الله قدوة ومثال ونموذج لهذه الطيبة التي يرانا فيها، نحن نراها فيها في جلالته، نراها في تعامله مع شعبه بكل فئاتهم، بعدالته، بتسامحه، بتساميه. هو الذي علمنا، هو قائدنا وهو معلمنا. لما تشوف جلالة الملك في مواقفه مع الأيتام ومع الأرامل ومع الضعوف كلهم، تشوف الحنان اللي يتعاطى فيه مع الأطفال لما يكونون حوله، مع أي ضعيف يلجأ له، هذا نتعلم منه. لما نشوفه وهو يتعامل مع الأخطاء والإساءات للوطن المرة تلو الأخرى بالتسامح وبالعفو، نتعلم منه. لما نشوفه وهو يغيث أي شعب أي دولة تقع في محن، تشوف الإغاثات البحرينية في المقدمة دائما رغم محدودية إمكانياتنا كدولة، لكن إحنا شعب وإحنا قائد وإحنا وطن يغيث كل من يحتاج ويلبي نداء كل من يستغيث فينا. جلالة الملك هو ابن هذه الأرض وهذا الحكم الذي دام أكثر من 200 سنة والله يديمه، اللي مد المظلة الخليفية التي امتدت ليستظل تحت ظلالها أعراق وأديان وطوائف ومذاهب. الأديان كلها لجأت إلى البحرين تحت مظلة هذا الحكم لأن وجدت فيه التسامح والسلام والتعايش وتقبل الآخر. كيفما تكونوا فعلا يولى عليكم، والعكس صحيح، لأن جلالة الملك ابن هذه الأرض، ابن هذه الشعب الذي يعني يعرف معنى التعايش والتجانس والانصهار في بوتقة الإنسانية مع بعضنا بعض. لذلك تجد عندنا كل الفئات اللي اضطهدت واللي هربت من جحيم الظلم أو القمع جاءت للبحرين، لأن في البحرين قيادة تدعو دائما للسلام والتسامح، ولأن في البحرين شعب من قدم الأرض من قدم التاريخ دائما يدعو للتسامح وللتعايش. فالبحرين كانت دائما هذا الملاذ. يعني ما اختاروا البحرين لأن ترى يعني خلينا أقول لك مش بس المضطهدين، شوف الوافدين، شوف الأجانب دائما يقولون البحرين أفضل مكان إن احنا نعيش فيه، مو لأن عندنا امتيازات اقتصادية ومالية ومعيشية ترى تميزهم عن غيرهم، أو إنه يعني لا، حوالينا بعد دول تعطيهم امتيازات أكثر. بس ليش يختارون البحرين؟ يختارونها بسبب شعبها، بسبب أنظمتها وحكمها اللي موجود، الذي يسمح لهذا التعايش، للقيم الإنسانية أن تسود مع الجميع. لذلك جلالة الملك ركز على هذه النقطة، لأنه يبي يقول إن إحنا السلام ما انطلق من مكان غريب، انطلق من عمق تاريخي، من امتداد، من امتداد سمعتنا بين الدول كلها. لما تقول بحريني على طول يقول لك أطيب شعب، هذه مو إحنا اللي بس نقوله، حتى الشعوب الأخرى تقولها عنه. هذه إرث، يعني هذه النقطة أبي أختم بس فيها، هذه إن هذه إرث لازم نحافظ عليه جيل ورا جيل ونورث حق عيالنا. نعم أم بسام، إن سمحت لنا أن نعرج على يعني نقطة
نالت نصيب الأسد من ترأس سيدي حضرة صاحب الجلالة لجلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي إعلان تأييد السلام الذي تم توقيعه مؤخرا بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. هناك ثوابت أكد عليها سيدي حضرة صاحب الجلالة، ثلاثة بالتحديد. النقطة الأولى هي أن إعلان تأييد السلام إنجاز مهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. النقطة الثانية هي أن هذا الإعلان ليس موجها ضد أي كيان أو قوى، بل هو لصالح السلام في المنطقة والعالم. والنقطة الثالثة والأخيرة هي تجديد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية. صحيح، احنا هذه الاتفاقية لذلك حظيت بإشادة كبيرة من جميع الدول والأمم التي تسعى للسلام. هذه الأقليم عانى كثير من الصراعات حوالينا، الصراعات والحروب منتشرة. يعني احنا نريد نورث الأجيال القادمة منطقة مستقرة آمنة، نريد نركز على التنمية، على البناء، نريد نركز على الاستقرار والتعايش، واحنا مجتمع متعايش وسلمي. فإلى متى هذه الصراعات تستمر؟ نبدأ نمد اليد، والكرة الآن في الملعب الآخر، أن يمد الآخر أيضا يده لجميع أبناء المنطقة وليس فقط للبحرين والإمارات. الآن الكرة في ملعب الإسرائيليين، إن أرادوا فعلا السلام فأمامهم فرصة حقيقية، والبحرين والإمارات حركوا المياه الراكدة، فممكن تكون هذه مبادرة يعني وفرصة جديدة نتمنى ألا يعني يخسرها الآخرين. أكد جلالة الملك على أنها هذه اتفاقية ليست ضد أحد، بالفعل عمرها البحرين لا نعتدي ولا نعادي، عمرنا دائما مسالمين أصحاب كرامة وعزة وشموخ، لكننا لا نعتدي على الآخرين، ما عندنا أطماع توسعية ولا أطماع في آخرين. نريد أن يعني نكرس جهودنا للسلم، للتعايش، للتنمية، فنسعى لاستقرار المنطقة ورخائها وتنميتها، ونبحث عن شركاء حقيقيين، نبحث عن شركاء يمدون يدهم. أما الذي يعتقد دائما أو أن هذه الاتفاقية أن هي ضد وأن هي تخرق السلام وتخرق حقوق الفلسطينيين وإلى آخره، فهو يبحث عن حجة. يعني إن ما لقى الاتفاقية يعني ستكون له حجة أخرى. يعني ونحددهم، يعني إيران على سبيل المثال لما أتي تقول هذه الاتفاقية هي ضد، موجهة ضدهم، يبحث عن حجة. من متى تنتظر الاتفاقية ولا قبل الاتفاقية؟ إيران دائما تبحث عن سبب للاعتداء، عن التهديد اللي زعزعت استقرار المنطقة، فما أتت بجديد يعني تهديداتها. نعم. الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.